من هو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ مسابقة كأس العالم لكرة القدم؟ تفضل. كلوزا. كلوزا يا عيني عليك، أول المتأهلين. شيل يدك على الزر، أنا طالبك. نشفت ريق. خلاص ريح، المنافسة محصورة بين خالد، عطالله وماجد. مستعدين يا شباب؟ على بركة الله. السؤال التالي: حيوان يغطي الشوك كامل ظهره. تفضل يا عطالله. القنفذ، إجابة صحيحة. السؤال التالي بعد ما ياخذ خطوة للأمام. عطالله، أعطونا السؤال. الشعر الذي ينبت على الشفة العليا. تفضل. شنب. يا شنب أنت، يا شنب يا قوي. إجابة صحيحة. باقي لك خطوة يا خالد. لا سهلة. ليش متوتر؟ مين أنا؟ مين قال إني متوتر؟ حاول لك تحت الهواء. لا والله التوتر باين عليك. السؤال التالي: رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطالي. أيوة. زي حرفك الفاهم. ها؟ دافنشي؟ لا 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 لا. مايكل أنجلو. مايكل أنجلو، أحسنت يا أخي. أقول لك زي حرفك يا مايكل. طيب عشان بس اشرح لكم، 1 2 4 تمام. السؤال التالي: اسم الجزء القاطع من السيف. تفضل يا ماجد. الحد. في اللغة. لا تكفى ماجد، عندك سرعة، ما عندك إجابة صحيحة. خطأ. من عندي إجابة؟ تفضل. شذرة السيف. ها؟ شذرة. شذرة؟ في اللغة يا طويل العمر. الجزء القاطع من السيف في اللغة. النصب. أحسنت، صح. سؤال 1. أنت وخالد، مع أني أبغى أعرف خالد ليش متوتر. تبي تشوف فطر والله. طيب تمام، كويس. السؤال الثاني: من المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم عام 1990؟ خالد. ألمانيا. ألمانيا، إجابة صحيحة، برافو عليك. خطوة أخيرة تضمن لك التأهل.